متابعينا الاعزاء، رجعنا لكم فيديو جديد. هذا الفيديو راح نشرح فيه الاعدادات الخاصه بقناه التليجرام. قبل الشرح لا تنسون اللايك للفيديو والاشتراك في القناه حتى يوصلكم كل شيء جديد والفيديو يوصل للاخرين بدون امر عليكم. نروح على التليجرام، بعدها ندخل الى القناه الخاصه بنا، نضغط هنا، ظهرت هذه الواجهة، نضغط على علامة القلم. هاي هي الإعدادات الخاصة بالقناة، تابع الفيديو وراح نشرحها وياكم بالتفصيل. هنا الاسم الخاص بالقناة، هنا إذا حبينا نقوم بتعيين صورة شخصية للقناة، هذا الوصف الاختياري. هنا عندك نوع القناة، نوع القناة عندك اختيارين، اما قناة خاصة او قناة عامة. القناة الخاصة ما حد يقدر يدخل لها، فقط اللي تنطي الرابط. القناة العامة اي شخص يقدر يبحث عليها ويلقيها ويدخل لها. هذا هو الرابط، الرابط يكون عبارة عن احرف انجليزية وارقام حسب اليوزرات اللي متوفرة في التليجرام. تقدر تغير بين القناة العامة والقناة الخاصة وتنطي حفظ. عندك حماية المحتوى، اذا حبيت تشغل حماية المحتوى يكون التقييد، اي لن يتمكن المشتركون من النسخ او حفظ او تحويل المحتوى من هذه القناة، يعني ما حد يقدر ينسخ او ياخذ سكرين للمنشورات او يقوم بتحويل الرسائل الى هذه القناة. عندك هنا المناقشات، المناقشات اللي هي التعليقات او تفعيل التعليقات داخل القناة، مثل ما جاي يشوفون على سبيل المثال تقوم تطلع لك واجهة انشاء مجموعة، تقوم بانشاء المجموعة وبعد ذلك نقوم بتشغيل هذه الميزة، بعدها نقوم بتشغيل هذه الميزة. عندك هنا توقيع الرسائل اللي هي تكون مفعلة اوتوماتيكيا، اذا حبيت تلغي التعليقات فقط انطفي توقيع الرسائل. عندك هنا التفاعلات الخاصة بالقناة، التفاعلات اللي هي لايك ديسلايك او حسب التفاعلات اللي تعجبك، تقدر تطفي جميع التفاعلات من هنا وتقدر تشغلها من هنا. عندك المشرفون، تقدر تتحكم بإعدادات المشرفين من خلال الضغط على خيار المشرفون والضغط على ثلاث نقاط، وتقدر تتحكم بصلاحيات المشرف اللي هي معلومات رسائل وغيرها من هذه الأمور. عندك المستخدمون اللي تمت إزالتهم، اللي أنت حضرتهم من القناة تلقيهم هنا، وتقدر تلغي الحظر عندهم. عندك خيار آخر الأحداث اللي هي التغيرات اللي تطرأ على المجموعة من خلال النشر والمغادرة الأعضاء أو انضمام الأعضاء وغيرها من هذه الأمور. عندك حذف القناة نهائيا، تقدر تحذف القناة من هذا الخيار. أتمنى تستفادون من هذا الفيديو، لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة. مع تحياتي للجميع.